ما زلنا في لبنان، إذ أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال بقيادة نجيب ميقاتي ستبدأ غدا. للمزيد ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أحمد. نتحدث اليوم عن ملف جديد فيما يتعلق بالأحداث ومجريات الأحداث في لبنان. نبدأ مما يجري في موضوع تقديم الطاعون بالمراسيم التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال، أين وصلت؟ تحياتي لك. في البداية، بدأ العام الجديد في لبنان بمرحلة جديدة أو بخطوة جديدة في الخلافات السياسية وتعميق الخلافات السياسية التي عانى منها لبنان على مدار عام 2022، وتمثلت هذه الخطوة في الإعلان أو الحديث من قبل التيار الوطني الحر عن تقديم أو عن عزم تقديم طعون ضد المراسيم التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي. ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيد من التعقيد للمشهد السياسي المعقد بالأساس والذي يعرقل انتخاب رئيس جديد للبلاد أو تشكيل الحكومة أو اتخاذ أي خطوات على الصعيد السياسي. طيب، كان مجلس الوزراء قد عقد جلسة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضر هذه الجلسة 17 عضوا من أعضاء المجلس فيما قاطعها 7 وزراء من المنتمين للتيار الوطني الحر أو من الرافضين لهذه الجلسة، خلافا على أو بحجة أو بشأن الاختلاف على دستورية عقد الجلسة. أسفرت هذه الجلسة عن عدد من المراسيم والتي وافق عليها أغلبية الأعضاء وفقا لنص الدستور، فيما يعترض الوزراء 7 الباقين على إصدار هذه المراسيم وأيضا التيار الوطني الحر. فكان هذا الحديث عن تأكيد أن هناك نية لتقديم طعون بشأن المراسيم غدا. نعم أحمد، لماذا رحلت هذه الخطوة إلى بداية عام 2023؟ وكما أشرت أن الحكومة عقدت هذا الاجتماع في ديسمبر، وكان يمكن أن يكون هذا التحرك في ذات الشهر مع الاشتداد والاحتدام في المواجهة آنذاك، وهل هو مرتبط ببعض بشيء رشح عن أنه يمكن يكون هنالك احتمال لاجتماع محتمل جديد لحكومة تسيير الأعمال حكومة نجيب ميقاتي؟ تم ترحيل هذه الطعون وتم الحديث عنها خلال شهر ديسمبر، ولكن تدخل فعليا في حيز التنفيذ في شهر يناير. في اعتقادي وفي وفقا لرؤية عدد من المحللين أنه نوع من أنواع المناكفات السياسية التي ربما تحرك مياه راكدة أو ربما تزيد الوضع تعقيدا. ولكن في النصف الثاني من شهر ديسمبر كان هناك موسم كبير للعطلات المستمرة حتى اليوم، هو عطلة رسمية في لبنان أيضا بسبب عيد رأس السنة الميلادية، وأيضا الأسبوع المقبل هناك عطلات أيضا في لبنان. فبالتالي ربما عطلتها العطلات وأيضا البحث عن صيغة توافقية تخفف من حدة المناكفات السياسية، أيضا جاءت في ضوء الحديث عن عزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة لمجلس وزراء جديد لحل تحديدا أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن اللبناني بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد من البنود أيضا. طيب، ما بين دعوة نجيب ميقاتي الحكومة إلى عقد جلسة جديدة متعلقة بسلفة الخزينة للكهرباء، وما بين تحرك الطعون المقدمة ضد حكومة تسيير الأعمال، الشارع اللبناني اليوم في هذا الانقسام الجديد الذي يواجهه ربما بازدياد شدته، كيف سيكون وقع هذا الأمر على الشارع اللبناني أحمد؟ بالتأكيد تعميق لمزيد من المعاناة، فرغم التقارير التي صدرت على مدار الأيام الماضية والتي تحذر من أزمة اقتصادية أو من ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية وتحديدا في لبنان خلال عام 2023 وهو ما يتطلب التعاون بين كافة الأطراف للخروج من هذه الأزمة، فيجد المواطن اللبناني والشعب اللبناني بشكل عام نفسه أمام أزمة جديدة بطلها هو المناكفات السياسية والخلافات بين القوى والتيارات على حساب الخدمات التي يجب أو التي من الواجب أن تقوم بها الحكومة والدولة اللبنانية للمواطنين. وبالتالي ربما تكون هذه الخطوة تثير مزيد من الاحتقان في الشارع اللبناني وتؤثر على ارتفاع أسعار الصرف في صرف الدولار الأمريكي في البلاد، ومما يترتب عليه من ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع بكافة أنواعها في البلاد، وخصوصا بعد موجة الارتفاعات
غير المسبوقة التي شهدها شهر ديسمبر الماضي. طيب، في هذه البداية الغير مبشرة في العام الجديد، إلا أن هنالك من يرتقب في العام الجديد يعني جلاء النوايا الخارجية تجاه لبنان ومجريات الفراغ الرئاسي في لبنان. كان الحديث عن زيارة لماكرون لجنوده في جنوب لبنان لقوات اليونيفيل عشية رأس السنة، ولكن من زار لبنان وزير الدفاع، وسيكون هنالك لقاء كما أعلن لبعض المسؤولين اللبنانيين. هذا تحرك اليوم مع بدايات السنة من فرنسا، أيضا كيف يتلقفه اللبنانيون؟ اللبنانيون تلقوا الأنباء عن عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة لبنان خلال احتفالات الأعياد بتفاؤل كبير وآمال عريضة بإمكانية أن يكون لفرنسا دور كبير وسريع في حل وإنهاء الأزمة اللبنانية الراهنة. ولكن إلغاء هذه الزيارة أصاب كثير من اللبنانيين بالإحباط، وخصوصا القوى السياسية. ربما جاء إلغاء هذه الزيارة في ضوء عدم التلاقي بين القوى والأطراف السياسية، سواء ممثلة في مجلس النواب أو خارج مجلس النواب، في الدعوة للحوار، إذ حينما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار بين كافة الأطراف السياسية قوبلت دعوته بالرفض مرتين. فربما كان هذا الأمر من الأمور المحبطة للرئيس الفرنسي وأيضا القوى الخارجية التي تسعى لإنهاء الأزمة في لبنان. ولكن زيارة الوزير الفرنسي وزير الدفاع الفرنسي تمت بالفعل، والتقى عدد من جنود اليونيفيل وقضى أو أمضى معهم احتفالات رأس السنة الميلادية. والتقى اليوم أيضا وزير الدفاع اللبناني وتحدث في أمر هام جدا، وهو فكرة تكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببحث مزيد من التعاون مع الجيش اللبناني، وخصوصا في ضبط الحدود البحرية للبلاد بعد تكرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي أنقذ الجيش اللبناني البلاد من فاجعة ليلة الأعياد، حينما تمكن بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل من إنقاذ قرابة 232 مهاجرا غير شرعيا كانوا على متن مركب بعد خروجه من السواحل اللبنانية الشمالية. نعم. ربما صياغة هذه المبادرة جاءت على ضوء حادث المركب، وهو ما تحدث عنه وزير الدفاع الفرنسي اليوم في لبنان، وربما يكون هناك تطور في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة. أحمد، يعني الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي كان هنالك توازن سلبي، نتمنى مع بداية العام الجديد أن يكون يحدث توازن إيجابي في الداخل اللبناني وأيضا التفاتة من الخارج. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من العاصمة بيروت.